هل المقصود بعبس وتولى؟ يا جماعة احنا قلنا الموضوع ده مئات المرات، لو الأعمدة دي تنقطع. طب أسأل لك العمود ده هيجاوب. قلنا اللي عبس هنا خطأ عند المفسرين، ظنوا أن العابس هو النبي، هذا خطأ عند المفسرين، أخطأ وصار كل مفسر ينقل من اللي قبله، ينقل من اللي قبله وصار خطأ شائع في وسط الكتب. النبي ما قالش أنا العابس، ما قالش كده في حديث صحيح مثلا عشان نقول النبي إذا وصف نفسه بالعبودة، ما حصلش. غاية ما هنالك كان ما يقابل ابن أم مكتوم يقول مرحبا بالذي لمني ربي فيه، غاية ما كان اللي عبس هنا هو اللي عبس صوت المدرسل اللي هو الوليد بن المغيرة، عبس وبسط وأدبر واستكبر وقال إن هذا إلا إيه سحر يؤثر، ده في صوت المدرسل. هو نفسه صاحب الواقعة اللي عبس مع النبي لما جاله ابن أم مكتوم، يبقى العبوس ده صفة مستمرة مع هذا الكافر، عادته كده راجل كشر. العبوس ده المصريين يقولوا عليه راجل كشر، مكشر مقط كده باستمرار ماشي، واخد بالك؟ يبقى هو خلقته كده. والعبوس صفة ذم، ونبينا لا يذم في القرآن، ده ربنا قال في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، فمستحيل ان ربنا يذم نبيه في القران ويقول انك لعلى خلق عظيم، مستحيل يبقى العبس للنبي باي حال، مستحيل. فمش عارف خالد على المفسرين ازاي هذه القضيه، هذا لا يليق بخلق النبي. النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ربنا بيقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وكان ابن ابي هاله هند بن ابي هاله يقول ايه؟ لا يخفي بشره عن احد، وبيقول لنا احنا لا يحقرن الا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. فازاي النبي يامرنا اننا نلقى الناس بوجه طلق وهو يعبس؟ فكل دي تجعلك تقول ان مستحيل يبقى العبس النبي، حتى لو المفسرين قالوه. فهمت؟ المفسرين مش معصومين، بيتعدوا من بعض، واحد يقولها والتاني ينقل والتاني ينقل وهكذا، وتفضل الامور على هذا. لكن اقعد فكر قليلا تجد ان ما يصحش. طب وما نفهم الايات ازاي؟ عبس الكافر وتولى عن سماع الحق ان جاءه الاعمى، اي حين مجيء الاعمى للنبي، يبقى الضمير في جاءه هنا يعود على النبي، وجاء بضمير الغيبه هنا لقرب ذكر العبوس، ما رضاش حتى يقول ان جاءك الاعمى، حتى لا يكون الخطاب بالمواجهة مع قرب ذكر العبوس تكريما له. فهمت ازاي؟ بل ان جاءه الاعمى، اي عند مجيء الاعمى له، وذكره بضمير الغائب لانه غائب عن كل ايه؟ عن كل سوء، صلى الله عليه وسلم. عبس الكافر وتولى ان جاءه الاعمى، عند مجيء الاعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدريك ايها العابس لعل هذا الاعمى يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر. ثم توجه الخطاب للنبي بعد ذلك، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني هل تتصدى لمن يستغني عنك وإني أغار عليك أن تفعل ذلك؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفعل فوق ما أمره الله، ربنا أمره أنه يبقى نذير بس، إن أنت إلا نذير، وقال له لا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولكن رحمة النبي وشفقته كان يتصدى لكل الناس وعايز كل الناس يسمعوا الحق. فربنا غار على النبي، قال له لا، إن أنت إلا نذير. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، بيقول إيه؟ أن جاءه الأعمى يدرك لعله يتذكى. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتصدى لمن يستغني عن كلامك، فإني أغار عليك لا تسأل عن أصحاب الجحيم، إن أنت إلا نذير. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى هنا ايه؟ خد بالك، بيرفع التكليف عنه، بيخفف التكليف عليه، كأنه بيلومه له لا عليه، كأن الله لما أمره فعل فوق الأمر، فربنا رده إلى الأمر الأصلي، لا ترهق نفسك لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، لا تهلك نفسك ولا تحزن عليهم ولا تسأل عنهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أنت بس تذكر اللي يستجيب خير واللي ما يستجيبش أنا لا أسألك عنه،
أنت حبيب، هذه معنى الكلام. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هنا بقى بيقول له إيه؟ الذي يأتيك وهو راغبا فيك لا تنشغل عنه بالمعرض عنك، بل أقبل على من يقبل عليك وأعرض عن من يعرض عنك. يبقى هنا كان بيلوم إيه؟ له لا عليه. فهمت بقى إزاي؟ فهمت القصة؟ بس أدي الحكاية. أقصر عدد السنين للسنن الرواتب القبلية والبعدية والنوافل الأخرى والضحى وقيام الليل والتهجد. السنن المتعلقة بالرواتب كلها المتعلقة بالفرائض سواء كانت سنن مؤكدة أو غير مؤكدة 17 ركعة. خلاص؟ يعني ركعتين قبل الصبح وأربع ركعات قبل الظهر، أدي ست، وأربع ركعات بعد الظهر، أو ركعتين، وارد كده وارد كده، يبقى ثمانية حوالين الظهر، أو ستة حوالين الظهر، وارد كده وارد كده. العصر فيه سنة غير مؤكدة، ركعتين أو أربعة، وبعدين في ركعتين مؤكدين بعد المغرب، وبعدين ركعتين بعد العشاء، وبعدين ركعة وتر، تحسبهم كده تلاقيهم 17، وممكن يزيد لو جبت أربعة قبل الظهر، وأربعة بعد الظهر، وأربعة قبل العصر. ادي كام؟ ادي 12. 12 واثنين بتوع قبل الصبح ادي 14، وتجيب اثنين بعد المغرب 16، وتجيب ركعه وتر بعد العشاء اقل الوتر ركعه عند الشافعي ادي 17. لو هتجيب اثنين ثلاثه وتر يبقى هتزيد تبقى 19، هتجيب اثنين بعد العشاء كمان بقت ايه 21. فهمت؟ طيب وفي غير كده بقى، في الضحى، الضحى اقلها ركعتين واقصاها 8 ركعات على المذهب الجديد في الشافعي، المذهب القديم 12 ركعه. وعندنا قيام الليل دي مش متعلق بالرواتب 11 ركعه. كويس؟ او 13 ركعه، وارد 11 وارد 13. ادي السنه. وبعد كده بقى تتطوع ما شئت. جزاكم الله خير، خلصنا الحمد لله. انتوا مش عايزين تروحوا النهارده ولا ايه؟ حديث لا عدوى ولا طائر، هي ولا طير. طبعا لا عدوى ولا طير، وفر من المجذوب فرارك من الاسد. حديث في البخاري، يقول لي هل هذا حديث؟ يا ابني في البخاري. حديث صحيح في صحيح البخاري. لا عدوى ولا طير، يعني ما فيش تشاؤم وما فيش عدوى بذات الميكروب، لكن العدوى بفعل الله من خلال الميكروب. يعني الميكروب لا يحدث المرض بنفسه، لكن يحدث المرض بالله. يبقى لا عدوى ده على الحقيقة، ولا طيرة نهي عن التشاؤم، لأن النبي أمرنا أن نحسن الظن بالله، والتشاؤم سوء ظن بالله. يبقى لا عدوى على الحقيقة ولا تشاؤم لأنه ضد حسن الظن بالله. وفر من المجذوم فرارك من الاسد ده شريعه. فاخذ بالاسباب. ابعد عن الامراض المعديه، اي واحد عنده مرض معدي ابعد عنه. لكن اعرف ان ما بيتمش المرض الا باذن الله بقى. يبقى امرك بالاخذ بالاسباب، وامرك في اول الحديث الا تعتقد ان السبب فاعل بذاته. فهمت؟ بل الله يفعل بالسبب وفي السبب. يبقى لا عدوى ده حقيقة، واضح؟ ولا طيرة ده أدب مع الله. وفر من المجذوم فرارك من الأسد ده شريعة، أخذ بالأسباب. فهمت بقى المسألة؟ يبقى النبي أمر بالحقيقة والشريعة والأداء في حديث واحد. شفت الجمال؟ عايز حاجة أجمل من كلام النبي؟ بيقول وهل يتعارض مع حديث فر من المجذوم؟ يا ابني ده هو نفس الحديث. ما انا قلت لك فر من المجذوم ده اخذ بالاسباب. ولكن عليك ان تعلم ان الاخذ بالاسباب لا يمنع المقدر. فهمت؟ يقول لك الحذر لا يمنع القدر. مش كده برضه؟ بس انت بتاخذ بالاسباب تعبدا وتعتقد ان الله فاعل في الاسباب تحققا.
هذه الحكايه بس. والله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.